اليوم المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة سي بي ام الألمانية ستيفانا هيل أجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون في المجالات الإنسانية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستواهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى مهام المنظمة والبرامج التي تنفذها في عدد من المحافظات وكذا دورها الإنساني لخدمة هذه الشريحة. في اللقاء أشاد الدكتور العليمي بجهود المنظمة وما تقدمه من دعم ومشاريع في هذا الجانب الإنساني الهام، مؤكدا دعم الحكومة لجهود المنظمة لتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهذه الشريحة وتسهيل مهام وأنشطة المنظمة في اليمن. من جهتها ثمنت المدير الإقليمي للمنظمة الألمانية اهتمام الحكومة اليمنية بالمعاقين من خلال البرامج والمشاريع المختلفة لدمجهم في المجتمع بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة في هذا الجانب. أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على التسريع باستكمال الأطر التشريعية والتنفيذية الخاصة بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة